المظاهرات الشعبية في بغداد تستمر لأسبوعها الرابع. ساحة التحرير وساحة الخلاني وجسري الجمهورية والسنك تكتظ بالمتظاهرين الذين أعلنوا استمرار حراكهم الشعبي هذا لحين تحقيق مطالبهم. هذه المطالب تركزت على إقصاء الفاسدين والقضاء على نقاط الضعف التي أنهكت الدولة العراقية وأجهضت حلم أغلب الشباب، والتي بتكرارها توسع صداها إلى أغلب بلدان العالم. الشعب ضحى الدم وانت ولده وانت اخوته على موت هذا الوطن. تظاهراتنا السلمية من يوم 25 إلى الآن 4 أسابيع تماما. الناس عايفة بيوتها، عايفة شغلها. أنا طالب جامعي، عايف شغله وعايف جامعته، نايم هنا بالشارع. أما ساحة الخلان التي شهدت حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، والتي انتهت بعودة الأخيرة إلى منتصف جسر السنك لتبدأ بعدها حملة التنظيف من قبل المتظاهرين وإزالة بعض الحواجز الكونكريتية في الساحة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ولتسهيل عملية مرور المواطنين أيضا. في ساحة الخلاني بنحاول أنه نزيح الصابات اللي وضعوها الحكومة لأجل مرور أبو التوكتوك ومرور الإسعاف، وثانيا لمرور المواطنين لأن الصبح كلهم محلات تجارية. حملات التنظيف تبلشت من أول ما وقعنا الصابات، ومثل ما جاي نشوف الكوادر التنظيف بدأت تنظف الشوارع ومتجهين إلى ساحة الخلان جاي نفون بها وراح يصبغونها ويعمرونها من جديد. عودة الحياة السلمية، حياة المتظاهرين السلمية راح ترجع ساحة الخلاني. سقف المطالب يرتفع مع كل يوم يمر على تواجد المتظاهرين في ساحة الاعتصام. غضب الشارع يرتفع يوما بعد آخر، خصوصا بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المتظاهرين، ليستمر سيناريو هذا الحراك الشعبي إلى حين تنفيذ مطالب المعتصمين. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.